والآن إلى تذكير من جديد بأهم وأبرز العناوين. الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية يطالب بالتكاتف مع الكاظمي لمنع انهيار العراق بسبب التناحر السياسي والأزمة الاقتصادية. محافظ صلاح الدين يرفض أي مساومة على توزيع الأراضي السكنية بين مستحقيها ويوجه بتفعيل العمل الميداني في الخدمات. محافظ صلاح الدين يستمع لوجهات نظر وشكاوى المواطنين أثناء جولة حرة بتكريت ويعالج الاختناقات المرورية في الجسر البديل. الكاظمي يشكل لجنة للكشف عن هوية المتورطين باستهداف البعثات الدبلوماسية، والنظام البيومتري خيار وحيد للمشاركة بالانتخابات. نشرتنا انتهت، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.